أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وجنبنا الباطل برحمتك يا أرحم الراحمين. بقلوب يغمرها الحب والولاء نرفع لكم أجمل التهاني وأزكى التبريكات، ونرفع ذلك إلى مقام مولانا صاحب الأمر والزمان الحجة ابن الحسن عجل الله فرجه الشريف، بمناسبة ذكرى ولادة النور العاشر من أئمة الهدى ومصابيح الدجى، الإمام النقي، الإمام علي الهادي عليه وعلى آبائه وأبنائه أفضل الصلاة والسلام. ونبارك لجميع الأخوة المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها هذه المناسبة الميمونة، سائلين المولى عز وجل أن يعيدها علينا ونحن في أحسن حال، وأن يفرج عن جميع أسرانا ومعتقلينا، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، إنه سميع الدعاء. وحديثنا باختصار عن المنهج الفكري للإمام الهادي عليه السلام. المنهج الفكري للإمام الهادي له خصائص تختلف عن المناهج الأخرى، ونستعرض خاصيتين لمنهج الإمام الهادي الفكري. الخاصية الأولى أو السمة الأولى، الإمام الهادي وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والسمة الثانية والخاصة الثانية، الإمام الهادي أو تعامل الإمام الهادي عليه السلام مع القرآن. أستعرض لكل خاصية شاهدا من شواهد حياته سلام الله عليه. أما الخاصية الأولى، الإمام الهادي وحركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حث عليها القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن هنالك تصوران شائعان في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكلاهما تصوران خاطئان. التصور الأول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو هجومي أو عملية هجومية واستئصالية. يعني كثير من الناس يرى أن النهي عن المنكر فيه نوع من الزجر، فيه نوع من الردع، من الهجوم على فاعل المنكر لردعه وزجره عن المنكر باستخدام مختلف وسائل القوة، ويستندون إلى رواية أو إلى روايات، منها هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان. فيستدلون على هذه الرواية أن النهي عن المنكر هي عملية هجومية
استئصالية أو مطلوبية التجهم في وجوه العاصين والمبدعين أو مقاطعتهم وعدم مرافقتهم، وهذا تصور خاطئ. لماذا؟ لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر علاج لا هجوم، وهناك فرق بين العلاج وبين الهجوم. فاعل المنكر ينظر، يعتبره الشارع المقدس إنسان مريض، والمريض لا يقدم على المعصية ولا يقدم على المنكر إلا بدوافع مرضية. عند مثلا عقله أسير لشهوته، عقله أسير لغرائزه لنزواته لأحاسيسه، فصاحب فاعل المنكر هو مريض ويحتاج إلى علاج، فلا يواجه بالهجوم ويواجه بالشدة ومختلف ألوان القوى المتاحة والممكنة. فاعل المنكر هذا مريض، ولا بد من علاج أولا، لا بد من معرفة المرض أولا، ثم معرفة الأسباب، ثم معرفة العلاج. وأما قوله صلى الله عليه وآله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما المقصود هنا باليد؟ اليد المقصود منها القدرة أو بدل القدرة. القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، يعني قدرة الله فوق وقدرتهم. فالمقصود هنا باليد هو بدل القدرة، والقدرة هنا ليس المقصود بها القوة، وإنما بدل القدرة، يعني الإنسان يكون يحاول أنه يبدل القدرة في تغيير المنكر. فإن لم تتمكن من بدل القدرة فليتغير إلى اللسان، فإن لم يتمكن فبال القلب. فليس المقصود بالقدرة القدرة اليد هو أن فاعل المنكر كأنه عدو لا بد أن يواجه بهذا الأسلوب. نعم، لو توقفت القوة على ردعه فلا بأس من ذلك. يعني مثل إنسان مريض، وهذا المريض لابد من استئصال المرض من جسمه بالقوة، كان يبتر عضو مثلا أو إجراء عملية جراحية. فالقرآن يقول ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والله مدح نبيه المصطفى ولذكره الشرف والصلوات. صلى محمد ثانية صلى على محمد علي محمد مدح الله نبيه لأنه كان يتعامل بالرفق مع هؤلاء العاصين والمنكرين، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن المقصود هنا فليغير بيده، يعني بدل القدرة. هذا هو التصور الأول. التصور الثاني أن
الفقهاء يقولون أن النهي عن المنكر مشروط بالقدرة، ولكن أي قدرة؟ هل المقصود بالقدرة هنا القدرة الفعلية؟ لربما يقول واحد مثلا أنا ما عندي قدرة فعلية، فإذا لا يجب علي النهي عن المنكر، فيعتذر هذا ويعتذر هذا، يتعطل واجب النهي عن المنكر، وتتعطل هذه الفريضة الاجتماعية بحجة أننا غير قادرين عن النهي عن المنكر. مثلا لو رأيت مثلا مجموعة من الشباب، هؤلاء مجموعة من الشباب يجلسون في على سبيل المثال في مكان معين، وتبدر منهم تصرفات غير لائقة، سلوكيات غير صحيحة، شأسب مثلا، شجار مثلا، رمي بالحجارة. أنت مثلا تقول أنا إذا كلمتهم ربما أدخل معهم في نزاع، فما عندي أنا قدرة فعلية، فما دام ما عندي قدرة فعلية إذن لا يجب أن أنهى عن المنكر. والحال أن القدرة هنا ليس المقصود بالقدرة الفعلية، وإنما القدرة الإعدادية الشأنية. أنت ربما لا تستطيع أن تكلمهم، لكن تستطيع أن تكلم أباه، أخاه، مثلا مجموعة من المجتمع يكلمونهم. فإذن ليس القدرة هنا ليس القدرة الفعلية، وإنما القدرة الإعدادية والشأنية. فلا ينبغي للمؤمنين لأي الإنسان المؤمن أن يترك هذه الفريضة بحجة أنني غير قادر قدرة فعلية وبالتالي لا يجب علي. لا، القدرة هنا المقصود القدرة الإعدادية، الشيء يعني بإمكانك إن لم يكن الآن فمستقبلا. فانظر إلى نترك الشاهد لحياة الإمام الهادي سلام الله عليه، كيف الإمام الهادي سلام الله عليه استطاع أن يمارس هذه المسؤولية، مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المتوكل العباسي عليه اللعنة بعث يحيى بن هرثمة المسؤول عن جلاوزته وعن جنده، أو سعيد الحاجب، بعثه إلى دار الإمام الهادي سلام الله عليه. يقول أرسلني المتوكل في جناح الليل المظلم، وأمرني بالهجوم على بيت الإمام الهادي بأي يعني أن أدخل عليه بأي حالة كان عليه. يقول فتسلقت البيت بالسلالم، ثم صعدت البيت من السطح، ولكن كان الظلام، فبقيت ما أدري أين أصنع، ما أدري يعني ماذا أفعل. وإذا بالإمام يقول مكانك يا سعيد حتى يأتوك بشمعة. يقول فوقفت، أمر أحد غلمانه فأتاني بشمعة، نزلت فوجدته في غرفة مغلقة وعليه خزة صوف وهو متجه نحو القبلة. يقول فتشت البيت فلم أجد سلاحا ولم أجد شيئا مثيرا. يقول فأخذته إلى المتوكل العباسي، فلما أدخل الإمام على المتوكل، المتوكل مشغول بعربدته وسكره، والمغني يغني والمزامير تضرب والكأس يدار. فلما جاء الإمام قال له اجلس، فجلس.
فقال المتوكل ناوله الخمر، فناولوه فقال الإمام احفني، فوالله ما خالطت لحمي ولا بدني. فقال المتوكل إن لم تشرب فلا أقل من أن تنشدنا شعرا، شعر نستأنس به. فقال له الإمام اعفني، فقال أقسمت عليك إلا ما أنشدتني. لاحظ هنا الإمام استغل الموقف، هنا يأتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتصرف الحسن. الإمام سلام الله عليه بدأ يقرأ القصيدة والمتوكل يسمع. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفحهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم إلى محافرهم. يا بئس ما ناداهم صارخ من بعد دفنهم، أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الذود، يقتتلوا قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وأخذ الإمام يعدد سلام الله عليه عذاب القبر، فانهار المتوكل بالبكاء، وانهار من معه بالبكاء. لاحظ الإمام سلام الله عليه بهذه الطريقة، هذه الوسيلة النهي عن المنكر أثر على الحاضرين حتى جعله من المؤمنين التائبين. يعني بعض الذين كانوا حاضرين أثر عليهم الإمام سلام الله عليه حتى صار من المؤمنين التائبين. إذن الإمام سلام الله عليه هنا استخدم يعلمنا كيف نستخدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي ليس أسلوب هجومي، وإنما هو أسلوب علاجي. الإمام استخدم الكلمة المناسبة في المكان المناسب في الظرف المناسب. إذا نحن أيضا أيها المؤمنون لو تواجهنا مشاكل، خاصة مشاكل الشباب كثرت، فما هو الأسلوب لنصحهم ولردعهم ومنعهم عن القيام ببعض هذه الأعمال السيئة؟ طبعا هنا لابد من استخدام الأسلوب الحسن. أنا وأنت مسؤوليتنا أن نمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، وأما أن نسكت كل واحد يقول أنا أمر إن استجابوا فأهلا وسهلا، وإن لم يستجيبوا ماذا أصنع؟ لا، لابد هنا من تكاتف الجهود. المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لربما إذا نسكت تصير القضية إلى أكثر. يعني مثلا تشوف واحد مثلا يجلس في مكان ويرمي حجر على شخص، هذا تصرف غير سيء، تصرف سيء جدا. مثلا أو مثلا أجي أدخل في مكان مثلا وأكتب عبارات سيئة مثلا، فهذا هنا ليس بالهجوم إنما بالنصيحة، بالنصيحة بالكلمة الحسنة بأسلوب الحسن. يمكن نعم قلنا لو توقف على ردعه بالقوة، لو توقف على ردعه بالقوة نعم هذا كعلاج أخير. لكن ابذل انت قصارى جهدك، ابذل القدرة. القدرة قلنا هنا القدرة ليس القدرة الفعلية وإنما القدرة الإعدادية الشأنية. وطبعا هذا ينبغي حتى في الأسرة. في الأسرة أنت أيها الأب مسؤول عن أسرتك،
قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنت مسؤول عن بيتك عن أهلك. أما إذا صار انفتاح الأهل والأولاد على المسلسلات والعياذ الإباحية، المسلسلات أجرنا الله وإياكم الخليعة الماجنة، فأنت أيها الأب مسؤول. إذن علينا أن نستفيد من حياة الإمام سلام الله عليه في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما أدري في مجال نطيله، نكتفي بهذا المقدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا أن نقتبس الدرس والعلاج من حياة أئمتنا الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة وشفاعتهم والثبات على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. وآخر دعوانا، قلنا إحنا في نقطة ثانية وخاف أن أطيل عليكم، ونكتفي بهذا المقدار. وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد.